علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد قرأنا في المجلس السابق الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الثالث، وشرعنا في الفصل الرابع من الباب الأول من القسم الثالث، وبقيت لنا فيه بقية نكملها بإذن الله في هذا المجلس، ونقرأ معها الفصل الخامس من هذا الباب الذي هو الباب الأول من القسم الثالث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما لم يقدر على آذاه بمباشرته تسبب بالتوسط إلى عداه كقضيته مع قريش في الائتمار بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتصوره في صورة الشيخ النجدي. يشير المؤلف رحمه الله إلى أن الشيطان لعنه الله أعجز من أن يتسلط من أن يسلط على أو يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم منه، ولكن اتخذ وسائط أخرى لإلحاق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الكافرون، فهو يهمز الكافرين ليتسلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيبه والاعتداء عليه. ويشير المؤلف هنا رحمه الله إلى ما وقع في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تآمرت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم لقتله أو إخراجه من مكة أو حبسه إلى أن يموت. ويشير المؤلف هنا إلى أن الشيطان لعنه الله ظهر لقريش في مجمعها في دار الندوة على هيئة شيخ نجدي من نجد، قال بعض أهل العلم لعلمه أنهم يتصورون، أي كفار قريش، أن أهل تهامة يناصرونه ويحبونه صلى الله عليه وسلم، فجاءهم في صورة شيخ النجدي. والحديث أخرجه ابن إسحاق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكان اقتراح الشيطان لعنه الله بأن يقتلوه لا أن يتركوه يغادر مكة فيجمع حوله الأتباع ويهاجمهم، ولا أن يحبسوه فيأتي أعوانه وأحباؤه لإنقاذه، بل يتخلصون منه بقتله صلى الله عليه وسلم، وهي المؤامرة التي أفشرها الله سبحانه وتعالى في ليلة الهجرة. نعم. ومرة أخرى في غزوة يوم بدر في صورة سراقة بن مالك، وهو قوله: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، الآية. ومرة ينذر بشأنه عند بيعة العقبة. يشير المؤلف إلى موقفين آخرين، أحدهما قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند بيعة العقبة حينما أسلم بعض الأنصار من أهل المدينة وجاءوا إلى مكة في موسم الحج لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم سراً في جنح الليل، ورأى لعنه الله المسلمين وهم يتسللون
من مقرهم إلى العقبة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجد حيلة إلا أن يصرخ في مجمع الكافرين ومنتدياتهم ليوقظهم ولينبههم إلى ما يفعله الأنصار في مبايعتهم عند العقبة. والموقف الثاني الذي يشير إليه المؤلف هو الذي ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في غزوة بدر بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وكيف أن المسلمين كانوا يستعدون للقاء العدو والأعداء كانوا أكثر عدداً وعدة، فجاءهم الشيطان يزين لهم هذا اللقاء، وكما حكى الباري سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فالشيطان في بنص الآية خاطبه الكافرون حينما رأوه يفر حينما التحم الجيشان، وقالوا له يا سراقة بن مالك، وكان قد جاءهم في صورة سراقة بن مالك وهو الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم إن كتم عنه خبر هجرته إلى المدينة سوف يتسور بأساور كسرى بعد فتح بلاد فارس، وهو ما قد كان والحمد لله. فلما فر الشيطان قال له المشركون يا سراقة، يظنونه سراقة بن مالك، يا سراقة ألم تقل بأنك جار لنا، ولكنه هيهات أن يعينهم بشيء، فوقع ما وقع فيهم من القتل ومن الأسر والحمد لله رب العالمين. وحديث غزوة تصور الشيطان في سورة سراقة بن مالك في غزوة بدر أخرجه ابن إسحاق كما في تفسير الطبري وابن كثير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وتصوره في بيعة وصرخه في بيعة العقبة للكافرين لأن ينتبهوا لما يفعله الأنصار من مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أيضا ابن إسحاق في السيرة كما في سيرة ابن هشام. نعم. وكل هذا فقد كافأه الله أمره وعصمه ضره وشره، قد قال صلى الله عليه وسلم إن عيسى عليه السلام كفي من لمسه فجاء ليطعن بيده في خاصرته حين ولد فطعن في الحجاب. عقب المؤلف رحمه الله على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان بعصمة عيسى عليه السلام، من أنه حينما ولد جاء الشيطان ليطعن في خاصرته ولكنه حيل بينه وبين ذلك فطعن في الحجاب. الحجاب قال شراح الحديث هو المشيمة التي يولد فيها، التي ينشأ فيها الغلام في رحم أمه، وبعض أهل العلم قالوا إنما هو الثوب الذي لف فيه عيسى عليه السلام. وقد عصم الله نبي الله عيسى بسبب ما دعت أمه له من الوقاية من الشيطان الرجيم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم حين لد في مرضه وقيل له خشينا أن يكون بك ذات الجنب فقال إنها من الشيطان ولم يكن الله ليسلطه علي. حينما لد في مرضه صلى الله عليه وسلم، أي حينما مرض حتى احتاج أهله أن يسقوه الدواء بغير رضاه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ظناً منهم أنه قد أصيب بذات الجنب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الشيطان ولم يكن
ولم يكن الله ليسلطه عليه. وحديث ذات الجنب رواه الإمام أحمد وأبو يعلى، ورقمه عنده 4936 من حديث عائشة رضي الله عنها. وحديث طعن الشيطان في الحجاب عند ميلاد عيسى عليه السلام أخرجه الإمام البخاري، ورقمه في صحيحه 3286 من حديث أبي هريرة، وأخرجه الإمام مسلم أيضا ورقمه 2366. نعم. فإن قيل فما معنى قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الآية؟ بعد أن ساق المؤلف هذه الأدلة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين من الشيطان الرجيم، بدأ يورد بعض الآيات التي قد يفهم منها إشكالات في إمكانية تسلط الشياطين على النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. فساق آية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي الواردة في سورة فصلت وفي سورة الأعراف، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال المؤلف المعنى راجع إلى الإعراض عن الجاهلين الذي خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في سورة الأعراف في قوله وأعرض عن الجاهلين. ومعنى ينزغنك يستخفنك غضب يحملك على ترك الإعراض عنهم فاستعذ بالله. وسيورد المؤلف أقوالا أخرى في معنى هاتين الآيتين. نعم. قد قال بعض المفسرين إنها راجعة إلى قوله وأعرض عن الجاهلين، ثم قال وإما ينزغنك أي يستخفنك غضب يحملك على ترك الإعراض عنهم فاستعذ بالله. وقيل النزغ هنا الفساد كما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. النزغ في قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قال المؤلف رحمه الله معنى النزغ الفساد، كما جاء في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام فيما وقع بينه وبين إخوته من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فنزغ هنا أفسد وليس بمعنى غلب على نبي الله يوسف عليه السلام أو صرفه عن الإيمان ونحو ذلك. ومعلوم ما وقع من الفساد بين يوسف عليه السلام وبين إخوته، فقد حاولوا أن يميتوه بطريقة غير مباشرة حينما ألقوه في الجب وأبعدوه عن أبيه الذي كانوا يعلمون أنه شديد الحب له، فلهذا كاد يلقى حتفه لولا أن يسر الله له سبحانه وتعالى لما أعده له من الرسالة، يسر له القافلة التي أنقذته وأنجدته، وحدث له ما حدث من التربية في بيت العزيز وما وقع له فيما بعد من الكيد حتى أظهره الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل ينزغنك يغرينك ويحركنك، والنزغ أدنى الوسوسة، فأمره الله تعالى أنه متى تحرك عليه غضب على عدوه أو رام الشيطان من إغرائه به وخواطر أدنى وساوسه ما لم يجعل له سبيل إليه أن يستعيد منه فيكفى أمره. وهذا تعليم لكل مسلم إذا وقع له من الشيطان وسوسة فينبغي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بلفظ الاستعادة من شره وكيده ونفثه، فإنه إن فعل ذلك
كان غالبا لشيطانه منتصرا عليه موقى ومتقيا لشره لعنه الله. نعم. ويكون سبب تمام عصمته إذ لم يسلط عليه بأكثر من التعرض له ولم يجعل له قدرة عليه. ما أشار إليه المؤلف هو ما تقدم معنا في المجلس السابق من أن الشيطان حاول أن يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيرها، وحاول أن يحرق وجهه بشعلة، ولكن الله أبطل كيده ومكره ونصر الله نبيه عليه، فلجأ إلى الاستعانة بالكافرين وتحريكهم. وهذا أمر مشاهد في حياة الناس، فإنك إن كنت كثير العبادة، كثير الذكر، كثير تلاوة القرآن، كثير طلب العلم، منشغلا بربك متفكرا فيه، لا بد من أن يتحرك لك من يؤذيك بطريقة أو بأخرى، في بيتك أو في عملك أو في الشارع أو في المسجد أو نحو ذلك. يحاول الشيطان إثارته لإزعاجك والكيد لك بإخراجك عن طورك ووقوعك في المعصية بالشتم واللعن ونحو ذلك. وقد قال بعض أهل العلم إنك ترى الناس في بعض مجامعهم لا يشتكون من شيء، وهم يلغون في أحاديثهم في أعراض الناس، لكنهم في المسجد ما أكثر ما يدب إليهم الخلاف: افتح النافذة، اقفل النافذة، افتح المكيف، اقفل المكيف. يعني تجد الخلافات في كثير من المساجد، لولا أن يكون قيم المسجد وإمامه صارمين في منع الناس من مثل هذه الخلاف، فإنك تجد من الخلافات ما يثير المشاكل الكثيرة في المساجد، وإنما ذلك بسبب إبليس لعنه الله تعالى. نعم. قد قيل في هذه الآية غير هذا. نعم. وكذلك لا يصح أن يتصور له الشيطان في صورة الملك ويلبس عليه، لا في أول الرسالة ولا بعدها. يشير المؤلف رحمه الله إلى احتمال آخر، وهو أن يلبس عليه الشيطان صورة الملك الذي يأتيه بالوحي من الله سبحانه وتعالى. هل يمكن للشيطان أن يفعل ذلك ويتصور للنبي على أنه ملك ويغرر به؟ قال المؤلف: يستحيل هذا، لا يمكن أن يقع هذا. وسيفند هذا المؤلف: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. والاعتماد في ذلك دليل المعجزة، بل لا يشك النبي أن ما يأتيه من الله الملك ورسوله حقيقة، إما بعلم ضروري يخلقه الله له، أو ببرهان يظهره لديه، لتتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. استدل المؤلف رحمه الله على بطلان ادعاء وافتراض أن الشيطان يتلبس للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة ملك ويغرر به في كلام قد يقبله. قال: هذا مستحيل بدليل المعجزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي يأتي مبلغا عن الله مدعوما بمعجزة يظهرها الله على يديه. والمعجزة من عند الله سبحانه وتعالى تعني أن الله سبحانه وتعالى مصدق لهذا العبد فيما يخبر به عنه. فالله جل وعلا الذي يرسله بهذه المعجزة لا يمكن أن يسلمه للشيطان ليتلاعب به في أخباره وفي تشريعه. ثم ساق المؤلف دليلين آخرين، وهو أنه قد لا يستحيل أن يتعرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم ويلبس عليه بظهوره له في صورة ملك
بعلم ضروري يقع له بسماعه الملك، فهو الله، فالله سبحانه وتعالى يعرفه بحقيقة الملك بعلم يودعه لديه في نفسه، يتبين له به الملك من الشيطان الرجيم. قال: أو ببرهان ضروري يجده في نفسه على أن الذي يخاطبه إنما هو ملك وليس شيطاناً رجيماً. وقد حدث بعض أهل العلم قال إنه يجد في نفسه أحياناً يعني من تنبيه الله له سبحانه وتعالى ما يحميه ويقيه ويبين له ما يلذ له من فعل الطاعات. قال: إذا تلا القرآن أو استمع له فإنه يحب أن يدعو عند بعض الآيات، أو يحب أن يسجد عند بعض الآيات، عند آيات السجدات. قال: وقد يسهو وهو يتلو القرآن، ومع ذلك إذا وصل الآية التي يقرأ التي يحب أن يدعو عندها يتنبه إليها على رأساً ويلتفت إلى المعنى ويدعو بما اعتاد أن يدعو به، وهذا لا يقع له باجتهاد منه، وإنما هو برحمة من الله وفضل سبحان الله وتعالى. قال: من ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ردا على المشركين الذين طلبوه بمعجزات حسية في غاية عدم التصور منه صلى الله عليه وسلم، كأن يصعد للسماء أو أن يأتي أو أن تكون له جنة من أشجار ومن خيرات ويعني من مياه وغير ذلك، بحيث يثبت لهم أنه نبي الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى لا يبعث أنبياءه ورسله ليكونوا مترفين ولا ليكونوا ملائكة مقربين، وإنما هو يبعثهم بطبيعتهم البشرية ويعينهم بالمعجزات التي يظهرها الله على أيديهم. قال معلما نبيه صلى الله عليه وسلم ردا على أولئك المشركين فيما طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال الشيخ: إذا سمعت هذه الآية أو قرأتها أقول عندها سبحان ربي هل كان إلا بشرا رسولا، تنزيها للنبي صلى الله عليه وسلم عما يحاول المشركون تعزيزه به من مثل هذه الطلبات. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين في قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال: إذا قرأ هذه الآية وسمعها أحب أن يكررها، كأنه يدعو بها الله سبحانه وتعالى أن يجعل بينه وبين أعدائه حجابا يقيه من شرهم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم. فإن قيل فما معنى قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية؟ فاعلم أن للناس في معنى هذه الآية أقاويل، منها السهل والوعث والسمين والغث. يشير المؤلف رحمه الله إلى آية سورة الحج
في بيان أن النبيين والمرسلين إذا تمنى الواحد منهم ألقى الشيطان في أمنيته، وهو قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقال إن للعلماء فيها أقاويل، عندهم فيها عدة آراء وتأويلات، وذكر أن منها الوعت السهل والوعت، والسهل هو اليسير غير الصعب، والوعت هو الشاق الصعب، والغت والسمين، والمراد بالسمين ما هو فيه دلالة على التوسع في الفهم، والغت هو الرديء النحيف الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. وذكر المؤلف أن المراد بالتمني عند كثير من المفسرين إنما هو التلاوة، إذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يلقي في نفسه من الوساوس ما يصرفه عن فهم المعنى. وهذا مشاهد في حياتنا، حينما نقرأ القرآن تجد الشواغل والمشاعر والأحاسيس كلها تتعلق بما هو خارج الكتاب العزيز، ينشغل بها القارئ عن فهمه لما يقرأ وعن متابعته لما قرأ. نعم. وأولى ما يقال فيها ما عليه الجمهور من المفسرين أن التمني هاهنا التلاوة، وإلقاء الشيطان فيها إشغاله بخواطر وأذكار من أمور الدنيا للتالي حتى يدخل عليه الوهم والنسيان فيما تلاه، أو يدخل غير ذلك في أفهام السامعين من التحريف وسوء التأويل ما يزيله الله وينسخه ويكشف لبسه ويحكم آياته. وسيأتي الكلام على هذه الآية بعد بأشبع من هذا إن شاء الله. هذه الآية أوردها المؤلف في سياق سابق، في فصل سابق من هذا الكتاب، حيث تكلم عن النبي والرسول، وقال إن فيها عند بعض أهل العلم دلالة على أن النبي والرسول بمعنى واحد، لقول الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. عند بعض أهل العلم تقدم في الكتاب في مجلس سابق أن الرسول بمعنى النبي، وعند الجمهور أن الرسول أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ولكن المؤلف يشير أنه سيأتي الحديث عنها في فصل قادم، وما يشير إليه إنما هو الفصل السادس من هذا الباب، حيث يتكلم عن قصة الغرانيق. نعم. وقد حكى السمرقندي إنكار قول من قال بتسلط الشيطان على ملك سليمان وغلبته عليه، وأن مثل هذا لا يصح. يشير المؤلف إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة صاد: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. روي في هذا أن عدة تأويلات مأخوذة من الإسرائيليات، من علماء بني إسرائيل، ومن ذلك أن الشيطان تسلط على سليمان وأخذ كرسيه، وهذا مستحيل في حقه عليه السلام. وقال بعض المفسرين إنما هو ابتلي في جسده عليه الصلاة والسلام، حيث كان على كرسيه لا يقدر على أن يقوم. واختار المؤلف كما سيأتي ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، من أن سليمان عليه السلام أقسم أن قال إنه يطوف بـ70 امرأة من نسائه
في ليلة تنجب كل واحدة منهن فارسا يغزو في سبيل الله، ولكن ذلك لم يتم له، وإنما ولد له شق إنسان كما جاء في الحديث. نعم. وقد ذكرنا قصة سليمان مبينة بعد هذا، ومن قال إن الجسد هو الولد الذي ولد له، وقال أبو محمد مكي في قصة أيوب وقوله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إنه لا يجوز لأحد أن يتأول أن الشيطان هو الذي أمرضه وألقى الضر في بدنه، ولا يكون ذلك إلا بفعل الله وأمره ليبتليهم ويثبتهم. أيوب عليه السلام كما جاء في القرآن يدعو ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال مكي القيسي رحمه الله يستحيل أن يكون هذا من فعل الشيطان به، وقد أصيب في بدنه وفي ماله وفي أهله إصابات ثقيلة ومؤلمة في غاية الألم، واستمر ذلك 18 سنة، وهو ابتلاء عظيم من الله لنبي الله أيوب عليه السلام. وأنزل الله جل وعلا في سورة صاد وبين ما كان أمره به أن يفعله، وهو أن يأخذ بيده قبضة من عشب يضرب بها امرأته التي كانت قد ضايقته وسببت له بعض المتاعب، ووعده وأن يضرب برجله الأرض فيخرج الماء من جوفها يغتسل به ويشرب فيعفو الله عن جسده ويذهب ما نزل به من البلاء. وهل نبع من تحت قدمه عين واحدة؟ هكذا قال بعض أهل التفسير، وقال جمهورهم إنما الذي نبع تحت قدمه عينان، وقد حقق له الباري سبحانه وتعالى الشفاء، وأبر بقسمه الذي أقسم فيه بأن يضرب امرأته. نعم. قال مكي وقيل إن الذي أصابه الشيطان ما وسوس به إلى أهله، فإن قلت فما معنى قوله تعالى عن يوشع وما أنسانيه إلا الشيطان، وقوله عن يوسف فأنساه الشيطان ذكر ربي، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم حين نام عن الصلاة يوم الوادي إن هذا واد به شيطان. بعد أن فرغ المؤلف من مناقشة الآيات السابقة وحل إشكالات بعض من يفهمها فهما سقيما، عرض لآيات أخرى أوردها، وهي ما جاء في سورة الكهف على لسان فتى سيدنا موسى عليهما السلام، وهو يوشع الذي نبأه الله بعد ذلك، وهو قوله وما أنسانيه إلا الشيطان، حينما طلب منه أن يلتمس السمك ليطهو له بعد طعامهما، وإذا به قد افتقده ونسيه في موضع سابق حيث غمره ماء البحر فرجع حيا إلى جوف البحر، وما أنسانيه إلا الشيطان. وقول سيدنا يوسف أيضا في قول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف في سورة يوسف عليه السلام فأنساه الشيطان ذكر ربه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا وهو صحيح الإسناد هذا واد به شيطان، وكان قد وقع ذلك في غزوة عاد منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غاية التعب وناموا، وأوصى بلالا أن يرقب الفجر، ولكن بلالا نام
ونام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا حتى أطرقتهم الشمس، فانتبهوا بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هذا واد به شيطان. وسيبين المؤلف ما جاء أيضا في سورة القصص من كلام سيدنا موسى عليه السلام في حينما وكز المصري الذي اختصم مع الإسرائيلي، وقال بعد أن ضربه: هذا من عمل الشيطان، لأن اللكمة كانت سببا في قتله. سيبين المؤلف رحمه الله أن هذا إنما هو مورد إنما هذا الكلام مورد على مستمر كلام العرب، ومعنى ذلك أنه على دأبهم ومضطرد عاداتهم فيما يأتون به من الكنايات والمجازات. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقول موسى عليه السلام في وكزته: هذا من عمل الشيطان، فاعلم أن هذا الكلام قد يرد في جميع هذا مورد مستمر كلام العرب في وصفهم كل قبيح من شخص أو فعل بالشيطان أو فعله، كما قال تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الآية تشير إلى شجرة الزقوم التي هي في الجحيم من دركات جهنم والعياذ بالله، وطلعها كما قال الله تعالى: كأنه رؤوس الشياطين. والمؤلف يعني في استشهاد بهذه الآية إنما ذلك إشارة إلى التقبيح وإلى سوء الحال، لا إلى أن هي حقيقتها كذلك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: فليقاتله فإنما هو شيطان. لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حديث المار بين يدي المصلي، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري ورقمه 509، والإمام مسلم ورقمه 505، وأيضا فيه إشارة إلى الشيطان. والمار بين يدي المصلي في حقيقته ليس شيطانا، وإنما فعله مستقبح وسيء. فالمسألة كلها في كثير من النصوص الشرعية القرآنية والحديثية ما فيه ذكر للشيطان وتصوير به إنما هو من باب المجاز وليس يحمل على الحقيقة. نعم. وأيضا فإن قول يشع لا يلزمنا الجواب عنه، إذ لم يثبت له في ذلك الوقت نبوة مع موسى. عاد المؤلف إلى ما جاء على لسان سيدنا يشع عليه السلام في قوله: وما أنسنيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك قبل النبوة، وقوله قبل النبوة يعني أنه لم ينبأ بعد، وقد يتسلط عليه الشيطان كما يتسلط على سائر البشر. نعم. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، والمروي أنه إنما نبئ بعد موت موسى، وقيل قبيل موته، وقول موسى كان قبل نبوته بدليل القرآن. دليل القرآن المراد به هو هذا: وإذ قال موسى لفتاه، لم يقل لنبي الله يوشع. نعم. وقصة يوسف قد ذكر أنها كانت قبل نبوته، وقد قال المفسرون في قوله: فأنساه الشيطان، قولين: أحدهما أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه أحد صاحبي السجن، وربه الملك، أي أنساه أن يذكر للملك شأن يوسف عليه السلام. وأيضا فإن مثل هذا من فعل الشيطان ليس فيه تسلط على يوسف ويوشع بوساوس ونزغ، وإنما هو بشغل خواطرهما بأمور أخر، وتذكيرهما من أمورهما ما ينسيهما ما نسيا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا واد به شيطان،
فليس فيه ذكر تسلطه عليه ولا وسوسته له. ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف عن ذكر الشيطان وأنه أنساه ذكر ربه، ليس في ذلك إشارة حقيقية إلى تسلط الشيطان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا على نبي الله يوسف عليه السلام، وإنما في قصة يوسف على من طلب منه نبي الله يوسف بعد عند خروجه من السجن أن يذكر يوسف ليخلي سبيله كما أخلي سبيله هو، فالتسلط على ذاك الرجل وليس على نبي الله يوسف. وحديث الوادي الذي فيه الشيطان ليس فيه إشارة إلى أنه تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم، بل في تتمته أنه جاء يهدئ بلالا عليه السلام عند انتباهه حتى يرقد ولا يدرك الفجر ويفوت وقته. نعم. بل إن كان بمقتضى ظاهره فقد بين أمر ذلك الشيطان بقوله: إن الشيطان أتى بلالا فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. فاعلم أن تسلط الشيطان في ذلك الوادي إنما كان على بلال الموكل بكلاءة الفجر. هذا إن جعلنا قوله إن هذا واد به شيطان تنبيها على سبب النوم عن الصلاة، وأما إن جعلناه تنبيها على سبب الرحيل عن الوادي وعلة لترك الصلاة به، وهو دليل مساق حديث زيد بن أسلم، فلا اعتراض به في هذا الباب لبيانه وارتفاع إشكاله. انتهى الفصل. زاد المؤلف بيانا لذكر الشيطان في حديث الوادي حيث نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم ينتبهوا لظهور الفجر، بأن يحتمل أن يكون خروج النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب، هو فيه إشارة ذكر الشيطان أنه سبب، أنه سبب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للصلاة خارج الوادي الذي به شيطان، وهو الذي سيق من أجله، وفي الحديث دلالة عليه. ويحتمل المعنى الآخر وهو أن يكون السبب لنومهم جميعا لوجود الشيطان في الوادي، وهو احتمال ضعيف. نعم. الخامس: وأما أقواله صلى الله عليه وسلم فقامت الدلالة اللائحة بصحة المعجزة على صدقه، وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به، لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً. يشير المؤلف رحمه الله إلى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البلاغ عن الله جل وعلا لا يقع منه فيه غلط، لا عمداً وقصداً ولا سهواً وغلطاً، يستحيل ذلك. وسيناقش المؤلف الحجة والدليل والبرهان على نفي أن يكون ذلك يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة التي اختارها أهل العلم من فريقين، أحدهما يتبع الإمام الأسفرائيني والآخر يتبع القاضي أبا بكر الباقلاني رحمه الله تعالى. أما تعمد الخلف في ذلك فمنتف بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله صدق فيما قال اتفاقا وبإطباق أهل الملة إجماعا. يشير المؤلف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يعمد
أو يقصد إلى مخالفة ما شرعه الله له، وهذا بدليل المعجزة التي جاء بها، لأن المعجزة تعني أن الله سبحانه وتعالى يصدق عبده، وكأن الله جل وعلا يقول للمؤمنين إن عبدي هذا صدق فيما أخبر عني. وبدليل آخر وهو دليل الاتفاق، اتفاق أهل العلم أن لا أحد من العلماء يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعمد أو يقصد إلى مخالفة ما أوحاه الله إليه، وبدليل الإجماع، إجماع الأمة جميعها. نعم. وأما وقوعه على جهة الغلط في ذلك فبهذه السبيل عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني ومن قال بقوله. القول الرأي الآخر أو الاحتمال الآخر وهو أن يقع الغلط من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه بسبب السهو والغلط، قال هذا أيضا يستحيل. وللعلماء في الدليل في الاستدلال على ذلك طريقتان أو أسلوبان أو فريقان، فريق من يتابع العلامة الإسفرييني وهو الذي يقول بأن دليل المعجزة والإجماع، إجماع الأمة استحالة ذلك، هذان هما الدليلان على انتفاء أن يقع الغلط في البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن ربه. نعم. ومن جهة الإجماع فقط وورود الشرع بانتفاء ذلك وعصمة النبي لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر الباقلاني ومن وافقه. أما القاضي الباقلاني فهو يذهب إلى نفي وقوع الغلط والسهو من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه أيضا، لكنه يستدل على ذلك بما جاء في الكتاب والسنة بالدليل النقلي وبعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وبمقتضى المعجزة، لأن المعجزة هي بمنزلة قول الله سبحانه وتعالى لمن يشاهد المعجزة ويسلم للنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به، كأن الله يقول للمؤمن صدق عبدي هذا فيما بلغ عني. ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الخاتم للأنبياء والمرسلين مستمرة على مدى الدهور والأعوام، وهي الكتاب العزيز القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وتعالى وجعله برهانا ساطعا ودليلا وحجة قاطعة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. لاختلاف بينهم في مقتضى دليل المعجزة لا نطول بذكره فنخرج عن غرض الكتاب، فلنعتمد على ما وقع عليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز عليه خلف في القول إبلاغ الشريعة والإعلام بما أخبر به عن ربه وما أوحاه إليه من وحيه، لا على وجه العمد ولا على غير عمد، ولا في حال الرضا والسخط والصحة والمرض. وفي حديث عبد الله بن عمرو قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال نعم. قلت في الرضا والغضب؟ قال نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا جاء في سياق أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له دون سائر المسلمين في أن يدون عنه ما يسمعه من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زمن بعثته كان لا يأمر إلا بكتابة القرآن، وكان لا يبيح للمسلمين أن يدونوا عنه السنة مخافة أن تلتبس بكتاب الله سبحانه وتعالى، فكانت تنزل الآيات فيحفظها عن ملك الوحي ويتلوها ويعلمها لمن كان حوله من أصحابه، ويأمر كتابه بأن يدونوها ويصلي ويأمرهم أن يدونوها في موضعها بعد آية كذا من سورة كذا، وكان لا يأمرهم إلا بكتابة القرآن، أما السنة
فكان يمنعهم من ذلك مخافة أن تلتبس بالقرآن إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فسأله هل يكتب عنه في الرضا والغضب حتى ولو كان مغضبا صلى الله عليه وسلم هل يكتب عنه؟ قال نعم، أباح له أن يكتب عنه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الرضا والغضب ليس باجتهاد منه ولا بتسلط إبليس عليه بحيث يحول بينه وبين قول الحق، فأذن له في ذلك. نعم. ولنزد في ما أشرنا إليه من دليل المعجزة عليه بياناً، فنقول إذا قامت المعجزة على صدقه وأنه لا يقول إلا حقاً ولا يبلغ عن الله إلا صدقاً، وأن المعجزة قائمة مقام قول الله له صدقت فيما تذكره عني، وهو يقول إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم لأبلغكم ما أرسلت به إليكم، أبين لكم ما نزل عليكم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا يصح أن يوجد منه في هذا الباب خبر بخلاف مخبره على أي وجه كان. ويضاف إلى هذه الآيات التي استشهد بها المؤلف قول الله تبارك وتعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا إلى طريق مستقيم وإلى حق وإلى شرع أمره الله سبحانه وتعالى بإبلاغه لعباده. فلو جوزنا عليه الغلط والسهو لما تميز لنا من غيره، ولاختلط الحق بالباطل، فالمعجزة مشتملة على تصديقه جملة واحدة من غير خصوص، فتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله واجب برهانا وإجماعا كما قال أبو إسحاق. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.